ليه كده يا ماما؟ ليه عملتي فيا كده؟ مهما حلفتي لي على حبك وتضحياتك برضه مش هسامحك على الجحيم اللي انا فيه ده. رميتيني في نار جهنم وانتي عايشه حياتي. بطل هزار بقى واتكلم جد شوية. وحشتك بجد ولا اسطوانة حريمي من بتوعك؟ سفرت اسكندرية. لا مفيش، المصنع هناك فيه مشكلة كده بين العمال. بص هي أصلا مشكلة خايبة وأنا كان ممكن أحلها بالتليفون، بس أنا قلت استريح منه شوية، ارتاح منه يومين. شفت بقى؟ وحضرتك مقضيها هزار ومش عايز تقولي كلمة حلوة. ده انا اللي اقول لك احلى كلام. انت مش المفروض سافرت اسكندريه من بدري؟ ما سافرتش ليه؟ سيب التليفون ده. اقعدي. انت بتضربني يا حيوان؟ مش هو ده الكلب اللي كان بيكلمك في مارينا وبيبص لك وقلت لي ما تعرفيهوش؟ هات التليفون. ده انا ما حصلتش حتى خروف تسحبيه من رقبته من مصر لاسكندريه للسويس عشان في الاخر تكلمي عشانك على التليفون. انا هنا اعمل اللي انا عايزاه، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. لا يا شيخه، تطعميني شرفي قدام عيني واسيبك عايش على وش الارض. شرف مين يا ابو شرف؟ وانت لو راجل وعندك ذره رجوله كنت تعيش مع واحده بتصرف عليك وبتاكلك وبتشغلك؟ شرف ايه؟ ده انت كنت جربوع ولا تسوى؟ انا اللي عملت منك باشا وبقى عندك املاك وجاي تقول لي شرف؟ هتموتي هتموتي يا سفنة وكل كلاب الارض هتتف عليكي. انت لازم تموتي، لازم تموتي. كات. هايل يا فارس، وانت عظيمه يا استاذه، بجد كنت عظيمه. قصدك كنت هموت يا علاء وانت سايبه ومكمل ومش عايز تقطع؟ طب معلش حقك عليا، ما انا قلت كت اهو. لا مش كت، فركش. استاذه يا استاذه يا استاذه يا استاذه، انا هريحك يا استاذه، احنا عندنا ساعه بريك، بعد كده هننقل الاضاءه عشان مشهد الجنينه، تكون شربت فنجان القهوه المظبوط بتاعك وريحت اعصابك. ما انا كنت عارف ان هو هيثبتني بكلمتين وهيبعتك ورايا علشان تزن عليا. طب احنا ما صورناش نص الاوردر، صعب الفركش دلوقتي. الاستاذ عامل كده يروحني. ويعني اللي حصل من شويه ده مش صعب يا محمود؟ معلش انا عارف هو افور شويه. لا هو ما افورش، هو قاصد. انا عارفه فارس كويس، هو غلاوي ومش بيطقني ومن اول المسلسل وهو مستني السيكونس ده علشان ياذيني ويفش غله فيا. بالعكس يا استاذ انا بحبك جدا. مين ده اللي بيحبني؟ بلا حب بلا نيله، مفيش حاجه في الدنيا دي اسمها حب، مفيش غير غل وكراهيه وخيانه زي المشهد الزفت اللي انا صورته دلوقتي. استاذه عايزاكي في كلمه. في ايه؟ معقول؟ هي فين؟ اتأخرتي عليا قوي يا أنوار. معلش يا مدام كاميليا، والله غصب عني. طيب ولا يهمك، ما دخلتليش جوه ليه؟ لا 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 أنا ما حبيتش أدخل جوه لحسن يكون في حد جوه يعرفني ولا حاجة، وبعدين يعني تبقى مشكلة. طب أنت كده قلقتيني، هي جنة كويسة ولا إيه؟ لا اطمني، جنة كويسة الحمد لله، ما فيش حاجة يعني. بس هو أنا كنت عايزة أتكلم معاكي يعني في موضوع كده. طيب طيب طب بصي روحي على العربيه، انا خلصت. لا خلص. لا ارجوكي ارجوكي يا هانم بلاش العربيه بتاعت حضرتك، ليكون الباشا مراقبك انت كمان. مراقبني انا كمان؟ طب ما كده يبقى اكيد في حاجه مش طبيعيه، انت قلقتيني جدا يا انوار.